بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا البث المباشر السريع للتعليق على هذا الخبر المنشور في صحيفة الديلي ميل البريطانية. هذا الطائر العجيب الذي أرعب الشعب الأسترالي، نعم هذه الصحيفة تتحدث عن هذا الطائر الذي يتسبب في انتشار الحرائق بكل مكان. هذا الطائر هو الحدأة أو الحداية زي ما بنقول عندنا في مصر. هذا الطائر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 سنة، نعم حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله في أي مكان حتى في الحرم. ولذلك هذا التقرير، أنا لا أريد أن أطيل، هذا التقرير وهذه الفيديوهات المنشورة على اليوتيوب من حوالي عام تقريبا تتحدث عن هذا الطائر وتحذر منه. شوفوا هذا الطائر الخطير. طبعا ممكن واحد يسأل الآن كيف ينقل الحرائق من مكان لآخر؟ ينقل الحرائق من مكان لآخر حسب علماء في جامعة سيدني الأسترالية عن طريق حمل أخشاب صغيرة مشتعلة أو أغصان صغيرة مشتعلة، ويرمي هذه الأغصان في مناطق أخرى جافة ليس فيها حرائق. يعني بيختار حاجة مشتعلة، طبعا في جزء منها غير مشتعل، يمسك بهذا الغصن أو الخشبة الصغيرة ويلقيها في مكان آخر ليحرق الطيور والدواب هناك. سبحان الله. وهذا التقرير منشور من يوم 2 يناير 2020، يتحدث بالتفصيل عن دراسات جامعية أن هذا الطائر يتعمد نقل الحرائق من مكان لآخر لإيذاء الطيور. هذا الطائر يقولون أنه في البداية كانوا يشكون أن هذا الطائر يفعل هذا بالخطأ، ولكنهم يقولون أن هذا الطائر يتعمد نقل الحرائق من مكان لآخر لإيذاء الطيور ولإحراق الطيور. وسبحان الله، أحببت فقط أن أقرأ عليكم هذا الحديث، وهذا الحديث في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. يعني حتى في الحرم اللي يعني لا يجوز قتل فيه الحيوانات والطيور، يقتلن في الحل والحرم: الكلب العقور والغراب والحدأة أو الحداية زي ما بقوله في مصر، والعقرب والفأرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الكلام. هم الآن يقولون أن هذا الطائر المؤذي المرعب ينقل الحرائق من مكان لآخر وتسبب في نفوق حوالي نصف مليار حيوان. عارفين الرقم ده؟ مش بهزر فيه، هذا الرقم حقيقي. نصف مليار حيوان نفقوا في حرائق أستراليا. على فكرة حرائق أستراليا مرعبة جدا، لما تشوف الأجواء هناك كأنه يوم القيامة، نار، الأجواء لونها أصفر برتقالي كده. فنصف مليار حيوان قتلوا، طبعا بسبب جزء من هذه الأسباب هو أن هذا الطائر ينقل الحرائق من مكان لآخر لطرد الطيور والزواحف والحيوانات. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الطائر منذ أكثر من 1400 سنة. من الذي علمه ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وهذا الفيديو لا أريد أن يكون طويل حتى يستطيع الناس أن ينشروه. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا التقرير في أول تعليق على اليوتيوب. شكرا لكم.